يا شباب تونس خصوصا، انتم وانتم تدرسون الثقافه العربيه خاصه الثقافه الفرنسيه واللغه الفرنسيه، يكون للواحد منكم ولو خمس دقائق فقط في اليوم تطالع سيره محمد بن عبد الله. خمس دقائق. ارجوكم يا ابنائي يا اخواني، انا لا اخاطب علمائكم قبلي واكبر سنا وقيد القدره، انا اقول يا ابنائي الشباب خمس دقائق لمطالعه سيره وسنه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. تعلم كل يوم حديثنا، كيف كان يقرا؟ كيف كان يقرا؟ كيف كان يصلي؟ كيف كان يحج؟ كيف كان ينام؟ بقبول الله عبادته كل شيء تعلمها، لانه هو امامه الذي يقود الى جنات الله الى النجاح. وكل الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدون مكتوبا عندهم. الله الله، والله اني اتعجل بعض الدول العربيه زرتها فجلسنا في الصراع ومشى عويا باطفالهم وقلت عدوني العلماء الراشدين وهم يسمعون من الذين تعدل لهم واحد اربعه وبعد خمسه بعض ما اعرف شيء. ولكن لما اتى نجوم الكره والفن وإمام حافظهم صار مشغولين يعرفون الاهداف ويعرفون المنتخبات ويعرفون الكره ويعرفون النجوم ويعرفون الاسماء. سبحان الله تقابلوا الشرعيه ائمتنا علماؤنا الخلفاء الراشدون الائمه الاربعه رموز الاسلام. بالله عليكم لو كان عند الشرق والغرب رمز لمحمد صلى الله عليه وسلم قم بهذا، بل بالمنصور، بالمنصور الواحد معروف القصص يقول انا اقرا العظماء فاذا قرات محمد صلى الله عليه وسلم فبدا الصغار عندي ويبقى هو عظيم. ما يتحرك الكتاب موجود عندكم. ما سواك العظماء الرجال ما يتحرك الكافر الامريكي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم اولا وقال اعلم ان الامريكان لا يجيبون ذلك، لكن ماذا افعل هي حقيقه الفكر المتوسط. يا اخي بوذا لما حفظوا زمزاره ضربوا لهم مزيدهم على ديانه منحرفه لم يرمزوا. افلا نفخر ولا نسعد بنبي معصوم مدحه الله وزكاه وظهره للناس وقال معهم نجاح وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقال ان جعلكم امر عظيم. فالله الله في نفس طرقه واتباع صلى الله عليه وسلم تواضع عليه الصلاه والسلام لطفه اقرا لكم بعض المشاهد القصيره من نفس طرقه كما تعرفونها، لكن من باب تكرار الاجمل واحلى واحسن واجمل وادور وانبل. بالله عليكم انتم انكم انتم في تونس عرفت تعامل مع المراه منا في المشرق، لان الناس يقولون ان المشرق عندهم خشونه وقسوه في التعامل، لكن الحضاره عندكم تركب، الحضاره تركب بمعنى ما نقول مثلا تصور انسان امام الناس ياتي بالسياره بمنطقه العصر بسياره يفتح الباب وياتي بزوجته المتفضله امام الناس فيدخلها في الباب كانها ملكه ولا اميره وزيره ثم يغلق الباب وياتي يركض ويقول. الشعوب العربيه في تقول هذا خبل او مهبول او انه مهزوم او مغلوب على امره او خائف من زوجته، هذا ثقافه. وهذا ليس على كل، عندنا في مزرعه انا ذكرت حتى في اجتماع العلماء في البحرين رجل نحيف في مزرعه عندنا في بلد السعوديه وزوجته كبيره سميره الجبار. وكان اذا اختصر بها ضربها مشهوره. ضربته فسطحه هرم حتى يوم بعده. مرة ثلاثة أشباع وضربته المزرعة وبركت على صدره. وجاء الجيران أرادوا إنقاذه إنقاذه منه. فأنقذوه وأرادوا يرفعون معنوية يعني يقوموه. وقالوا يا أخي في الحالة بحمد الله لا تضرب هي مسكينة. فصدق المحفوظ وقال والله لو لولا أن نضربهن لما استطيع ان اسيطر عليهم، لكن لا بد من تاديبهم. فالمقصود ان اذكركم في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم اتى ببعير وهو في سفر عليه الصلاه والسلام، فاتت احدى زوجاته اما حفصه واما عائشه والجيش ينظر اليه. فوضع صلى الله عليه وسلم رجله على فخذ الجمر فتجلى لئلا يقوم، واصلح صلى الله عليه وسلم من الفراش الذي القوده الذي وضع على الجمر، ثم اخذ بيدها واجلسها ثم رد لباسها عليها ثم اخذ بخطام الجمل واعطاه من امام العالم. اي لطف اي تواضع. خيركم 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 لاهلي وانا خيركم لاهلي. ويقول النساء شرانه بالرجال ويقول رفقا بالقوارير. هو صلى الله عليه وسلم روع مع حليمه السعديه في بني سعد مقربا الى الطائف، وبعدما فتح الله عليها
عمرهم 17 سنه قبل 50 سنه سمعت في الباب لانها عندها غنم وعندها ابل وكانت تعيش في الصحراء، سمعت ان اخاها اسمه محمد بن عبد الله بن الرضاع انزل الله عليه الوحي واتاه جبريل واصبح رسول رب العالمين واصبح نبيا، فاتت واقتربت وقد فتح الطائف ومعه جيش 10,000 مسلح يحملون السلاح والعمال. قالت قولوا له انا حليمه السعديه سافرت معه. فاتى الخليفه واسرع اليه قالوا وجدتك حليما يقول من الرضاع فدمنا وقام وشق الصفوف هكذا. مع العلم ان الملوك يبتعدون بامامه عليه الصلاه والسلام حتى يكون مصيب كانه وهو فرد في دلالته في موكبا حين تلقاه وفي حشد. مولاي صلى الله عليه وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كله قلت انا ان كان احببت بعد الله نزلك في بدوا وحضرا وفي عمق وفي فلست من منظر حسن ولا تفوق في القدس الكريم. قام الى واحتضن يبكي ويعانيك ويحكي بها ويجيب سمكه ويقول يظللها من الشمس ويعرض عليك حياه معك او تعود مكرمه معززه فعادت وعاد لها الابل واعطاها من المال بابي امي صلى الله عليه وسلم. الخلق الكريم مال امي صلى الله عليه وسلم. اما الامر الرابع فحسن التواصل مع الناس يا عباد الله. الله في حسن الحوار مع الناس. نحن في اجيالنا وصلنا بمساله الحوار توصيل الكلمه الطيبه حتى يقول عليه الصلاه والسلام وتبسمك في وجهك صدقه، ويقول عليه الصلاه والسلام الكلمه الطيبه صدقه. ولو ان تلقى احد بوجه طلق. نحن بحاجه خاصه الاجواء التي انا اخبركم وافرح لكم انكم تعيشون اجواء حريه وانطلاق، والحمد لله انكم في امن وفي راحه وفي سلام. اسال الله يجزيكم امنا وسلاما ورحمه. فارجو ان تستثمر هذه الاجواء في روح التواصل، الحوار مع الاحياء، الدروس العلميه، وارجو من اخواني وابناء الشباب ان يتصلوا بالعلماء والمشايخ. الشاب حال متحمس يسمع كلمه من هنا وكلمه من هنا فيرجع عن موقفا ومنهجا، والله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعود العقلاء، يعاد العلماء، يعاد كبار الدعاء، يعاد الفقهاء. الله الله لا ياتي احد بحماسه فيخرق في السفينه فتغرق السفينه ويغرق الوطن ويغرق المجتمع. ما الداعي لنا؟ ما الداعي اصلا ان نتوتر وان نتشنج؟ والله سبحانه وتعالى يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا قدمنا رسالتنا ووضحنا ادله العالم، هل نستطيع ان نجبر الناس؟ هل نستطيع ان ناخذ الناس بالقوه والجبروت حتى ندخلهم في الدين؟ هذا دين اكراه جدا. اتريد انسانا شقيا ماردا ملحدا تدخله بروح الشاشه يسجد في المسجد؟ لا يمكن الا بالاقلاع الاقناع. ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات. انا اضرب مثل المنافقين في عهد 17 منافقون ياتون في المسجد يصلون معهم على انهم ترى ما يرون الرسول. عبد الله بن ابي يسالون هذا ترى يرى المساله كلها كذبه يعني حتى يناظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نرى في نفسه من الجبريل نزل علينا ولا جاءه كتاب ولا وحي يقول نشهد انك رسول الله. قال سبحانه والله يعلم انك رسول والله يشهد انك منافقين ذلك والله كذب ذاهبين انهم لا يرونك نبي ولا يصدقونك. وكان عبد الله بن ابي يختار في المسجد الاجتهاد كان مبينا جسيما صبيحا مريعا لا باس جدا. لكن الحسن لا باس بالقوم من طول ومن ضخم الجسم جسم البغاء واحلام العصافير. حتى يقول الله عز وجل واذا رايتم تعجبك اجسامكم وان يقول تسمع لقوله كان انفسكم مسلمه يحسبون كل سبحانه وتعالى ياتي في المسجد يقول كذا صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والمعجزات على الدنيا يقول اطيعوا امر القاسم في المسجد قال سبحانه ويل لكل همزه قال ترك الله ما زين الله على الرساله التي شهدت بها السماء والارض والبحر والحيوانات والعجموات والبهائم. انا نبي معصوم وامي يقرا علينا كتاب المعجزات هذه كلمه ومع ذلك قال الصحابه يا رسول الله الا تاذن لنا الكل عدو الاسلام؟ قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه.
اسمه عبد الله بن عبد الله ابنه مؤمن صادق مجاهد. قال يا رسول الله ائذن لي اتيك براس ابي الان اقطعه طبعا. لكن لا تسمح لاحد من الناس يقطعك ان كنت عازم على قتل ابي فوالله الذي لا اله الا هو حبا لله ولك لاتينك براسي مقطوع. لكن لا تسمح لاحد فوالله لو رايت قاتل ابي ان شاء الله لاقتله. قال صلى الله عليه وسلم بل نصحح اباك معروفه في الدنيا نتحمل ونصبر ونقضيها. ثم مر هذا الباب سبب لعبد الله بن ابي من كسر العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر. كان العباس هذا حسين وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه شد العباس عمه فشد يده بعنقه فاخذت قال صلى الله عليه وسلم الصحابه والله قال صلى الله عليه وسلم الصحابه والله ما نبذل البارحه رحمه بيعه واصحى منهم يعني ليش يفرق بين الاسرى هو واحد منهم مستكين. قالوا يا رسول الله ان شئت اطلقناه منك. قال والله ما تتركون من يعني من ابتدائه درهما واحدا. فاجى عبد الله في الليل يقول له كيف اعطى قميص لان عمر صلى الله عليه وسلم ماذا. فلما مات خلع صلى الله عليه وسلم قميص والدهر وقميص الرحمه والبركه ويعلم ان عبد الله بن ابي لن يستفيد ولن يغفر الله ولن يغفر الله لانه شكر رسالته وعارض الدين وكذب الدعوه. قال اكبسوها قال اكبسوها قميص. ثم قال يصلي لعل الله لعل الله يغفر له رحمه. الله سماه رحمه رحمه مهداه نعمه عفو. فقام يصلي فقام فاروق الاسلام والحافظ بن سلمان والحافظ ابراهيم يا ربي هب لي بيانا استعين به على فضائل حقوق النام قاضيها حسبي وحسب القوافي يوم ارويها اني الى ساحه الفور قديما. ثم يقول كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد اتى اخر من الملوك. قال عمر قال رسول صل عليه قال صل قال فمن خذل بالجيش يا رسول الله قال دعني يا عمر قال يا رسول الله هو الذي قال لارجع الى المدينه في اخر يوم عز منها يا رسول الله الله يقول لك عن المنافقين وهذا رأس المنافقين استغفر لهم يا رب سبحانه وتعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم استغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. يقول عمر قال والله اني عملت اعمال واعتقت بلقاء رسول من اين هذا. قال صلى الله عليه وسلم والله يا عمر قد اعلم اني استغفرت فوق 70 غفر الله لهم لا استغفر فوق 70. فلما صلى انزل الله ولا تصلي على احد منهم مات ولا تقف على قبره. فقال صلى الله عليه وسلم رحمه وتلطفا بالناس وامرهم الله منهجا وسريعا فجمع صلى الله عليه وسلم بين حسنيه صلى الله عليه وسلم. التعامل مع الناس وهناك حقوق اريد ان اذكرها باختصار وبايجاز رضي الله تعالى. الحق الاول لله ان تعبد لا شريك له لا شريك معه ولا شريك له ولا شريك له ولا ربوبيته. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبه. ولذلك يقول سبحانه له صلى الله عليه وسلم هذا للرسول فكيف تفعلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لتحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبدوا من الشاكرين. لا تنسوا سيد احاديث التوحيد وهو حديث معاذ في الصحيحين ركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله؟ قال الله رسول قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ قال الله رسول الله قال حقهم أن لا يعذبهم. هذا رأس المسألة أن توجه العباد وإخلاص ودعائك إلى الله وحده. الحق الثاني حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة والسلام عليه. صلوا عليه وسلموا واغفروا المجلس وعطروا المكان وطيبوا الزمان بذكر سيد ولد عدنان صلى الله وسلم عليه ما ذكره الكافرون وصلى الله وسلم عليه من غفل عن ذكر القافلون. الثالث نشر سنته في الناس يا عبد كل انسان لا يفهم الحمد على الله والله زاد في الاسلام. اذا دخل النجار في المجلس لا يبالغ الا في الخشب يعترض ويخبرك بالباب
وبالطاقة وبالنافع وكل هذا السفك هذا من الصدق ومن الزان ولو كان من الشجر كذا كذا. وإذا دخل صاحب القماش ملك القماش والستائر مسؤول فيها ويحسب العالم يتوقف عليه. وإذا خسر دخل القصاص تكلم عن البروك والبراق. أما أولياء الله فيتحدثون عن الله جل الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة الكرام نتوقف حتى يتم الأذان. بارك الله.